أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يقضي بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن ذلك يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر الجهود كافة لحماية وإعادة بناء الثقة فيه. وكان السيسي وافق يوم الأحد على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014 إلى 2015. بعد جدل حولها أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة بعد أن أجريت عليها تعديلات في النفقات والإيرادات وخفض العجز الكلي بها لنحو 50 مليار جنيه. لابد من تخفيض الدعم العجز بتاع الموازنة. هو كان السنة اللي فاتت 14% من الناتج المحلي، تم تخفيضه 4% بقى 10%. 10% يعني، ولو السنة الجاية نعمل برضو تخفيض تاني يبقى 6%، يبقى حاجة ايه معقولة، العجز يبقى معقول. لكن احنا طول ما العجز عمال يتفاقم ويزيد ده مش هينفع. يعني احنا هنفضل لمرحلة يعني الاسعار فعلا هتنفجر نتيجه عجز ايه الموازنه، والدوله ممكن ما تلاقيش قدامها غير انها تطبع فلوس. وتستهدف السياسات الماليه الجديده لخفض الدين العام على مدار السنوات الثلاث القادمه ليبلغ 80% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من النسبه الحاليه التي تقدر بنحو 94%. الطاقه لوحدها واخده 50 60 مليار، يعني حاجه غير طبيعيه، يعني غير السرعه الاخرى مدعمه. اذا هذا الكلام هو ده اللي عامل عجز، فلازم نعمل نوع من ضبط النفس شويه، يعني نتحمل. هي الموضوع مش هيطول، بس نرجع دوله عظمى تاني ونرجع دوله متقدمه اقتصاديا عن طريق ان احنا نمسك نفسنا شويه. انا بقترح فرض ضريبه على الودائع والحسابات الجاريه وكل المدخرات بما عدا 1% من قيمتها سنويا. يعني معنى الكلام ده ان انا لو مثلا دفتر التوفير لو 9%، يعني الدوله تاخد 1 وتدي المواطن 8%، واخد بالك ازاي؟ او لو الوديعه دي ب 10%، معنى كده ان انا باخد للدوله 1% وبدي المواطن 9%. دي ضريبه اسمها ضريبه على الودائع، دي عمليه سهله جدا في تطبيقها وسريعه، بتديني حوالي ما حسبناه 10 مليار جنيه. وبالتزامن مع ذلك أقر السيسي تعديلات قانون ضريبة الدخل ليتضمن ضريبة البورصة التي تم فرضها منذ أيام. حالة من الارتباك سادت الشارع المصري بعد تصريحات الحكومة برفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود وشرائح الكهرباء بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30%، ولسان حال المصريين ألا يتحقق ذلك. من القاهرة صابر السكري، السوق. وهذه بعض الآراء في الشارع المصري عن تداعيات إقرار الموازنة الجديدة، ومنها زيادة أسعار سلع رئيسية. أسعار دي المشكلة الموجودة في مصر حاليا دلوقتي واللي مقلقة كل المصريين. كل ما بيحصل حاجة زيادة كهرباء زيادة بنزين الأسعار بتغلى، والمعاشات والناس اللي بيقبضوا مش عارفين يعيشوا ازاي. اذا كان المواطن بيركب ميكروباص النهارده بجنيه ونص هيبقى باتنين جنيه ونص، هيجي اي شيء هيشتريه هيبقى اعلى. طبعا دي ما بتفرقش مع الناس اللي بيخش اللي دخلها 20,000 و30,000 و40,000، انما دي بتفرق مع اللي دخله 1000 جنيه او 2000 جنيه دوت. عمال الاسعار بتطلع وهو عيني واقف محلك سر، ما هيجيب منين؟ امبارح انا راكب ميكروباص بيقول لك زودنا التعريفه بتاع الاجره. طب يا ابني هو البنزين غالي؟ قال لا غالي. وانا شايف بيقول لك كل حاجه زي ما هي. اسعار الكيلو ب 100 جنيه ب 50 جنيه ب 200 جنيه، اسماء بنسمع عنها ونشوفها في البتارين بس، انما المواطن الفقير ومحدود الدخل والمماشين ما بيشوفوش ولا بياكلوش منه اي حاجه، انما عشان واحد يروح يجيب بتاع ده اهو بطيخه ثمنها 10 جنيه ولا 20 جنيه وبعدين هو هيجيب كل يوم، والفاكهه برضه ب 10 وب 20 عشان واحد يشيل له شنطه ب 100 جنيه. فيها 4 كيلو 5 كيلو ب 100 جنيه، طب هو دخله 200 400 جنيه يجيب منين حته؟ بالنسبه لسعر الكهرباء ان هو يعلى، هو صعب علينا كشعب بسيط ان يعلى، بس هنعمل ايه؟ احنا لازم نستحمل، احنا دلوقتي في مرحله صعبه جدا لازم كلنا نتحمل. مين اللي بيدفع الفاتوره؟
الناس الغلابة اللي مش لاقية تاكل، لما يكون بيدفع له 20 جنيه كهرباء ويجي يدفع له 100 جنيه هو ما معهوش أساسا ال 20 اللي بيدفعها الأولانية، هيجيب له منين ال 100؟ دلوقتي داخل ال 1/7 نازلة العلاوة، العلاوة دي قد إيه مثلا؟ هتعدي 100 جنيه؟ مش هتعدي. شوف بقى الأسعار قصادها الجنيه قيمته قلت قد إيه قصاد الزيادة اللي أنت خدتها في الأجر، بسبب السلع بتزيد كل شوية ومفيش تحكم فيها.